وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المستشار الدكتور علي حسن الطوالبة، نائب رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس الشورى. مساء الخير دكتور علي، وهل توضح لنا ما هي الأغلبية المطلقة وما دورها في تحقيق التمثيل الحقيقي للفائز في الانتخابات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساكم بكل خير. اسمحوا لي في البداية أن أتوجه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم، وإلى سمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله، وإلى القيادة الحكيمة بخالص التهاني والتبركات بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية والمجالس البلدية التي جرت خلال الأسبوع الماضي واليوم في أجواء من الشفافية والمصداقية العالية، لتسجل إنجازا حضاريا رائعا وعرسا ديمقراطيا بهيا لمملكتنا الحبيبة البحرين. حقيقة في ما أوضحته قبل قليل على شاشتكم الكريمة بأن هناك أنظمة مختلفة للأغلبية وللانتخاب، ومنها نظام الأغلبية المطلقة. هذا النظام يقوم بتحديد نتيجة الانتخاب على أساس فوز المرشحين في الانتخابات ممن يحصلون على أكثرية الأصوات الصحيحة، أي النصف زائد واحد من أصوات الناخبين في الدائرة الانتخابية. وهذا ما أخذ به النظام الانتخابي في مملكة البحرين، وفي حالة عدم حصول أحد المرشحين على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة المشاركة في الانتخابات، فإن الانتخابات تعاد بين المرشحين الأول والثاني، وهذا ما تم العمل به اليوم لاختيار من حصل على أكثر الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات. تبرز حقيقة أهمية هذا النظام الانتخابي الأغلبية المطلقة من أنه يحقق التوافق داخل المجلس النيابي المنتخب، وكذلك التعاون والانسجام مع مجلس الشورى، ويتيح أيضا المزيد من فرص التعاون بين أعضاء المجلس النيابي بعيدا عن الصدامات والتجاذبات التي تؤدي غالبا إلى تعطيل أعمال المجلس، هذا فضلا عن سلاسة العملية الانتخابية وانتظام نهجها. حقيقة نعم تفضلي دكتور علي، لو تحدثنا عن الدول التي تستند إلى هذا النظام في العملية الديمقراطية. نعم، هذا أمر حقيقة يعني أرى أن لا نقارن مملكة البحرين بتجربتها الرائدة في هذا المجال التي تميزت عن بقية تجارب الدول الأخرى، ولكن نقول بأن ميثاق العمل الوطني الذي نحتفل هذا العام بمرور 20 سنة على انطلاقه، وكذلك الدستور عام 2002، رسخ النهج الديمقراطي بكل مظاهره، والذي محص أيضا ودرس بطريقة ذكية وفاعلة الممارسات الديمقراطية السائدة في كل العالم ليختار أفضلها وأنجعها في التطبيق بما يحقق الديمقراطية بأرقى صورها وممارساتها، حيث وضع دستور مملكة البحرين الأسس التي تحكم النظام الانتخابي بشكل عام، وفوض القانون في وضع تفصيلات هذا النظام، فنص في المادة 56 من الدستور على أن يتألف مجلس النواب من 40 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا للأحكام التي يبينها القانون، حيث يعد الاقتراع العام المباشر بحق قطب الرحى في التناوب السياسي الذي هو جوهر الديمقراطية في مستوياتها المؤسسية، وحيث أن نظام ويعد نظام الأغلبية المطلقة من أكثر الأنواع شيوعا في النظم الانتخابية الديمقراطية. نعم. والتي اعتمدتها العديد من الأنظمة السياسية الديمقراطية العريقة، لما يتميز به هذا النظام الانتخابي من السهولة والبساطة، وذلك لتقسيم المناطق الانتخابية إلى عدة دوائر محددة. نعم. وكذلك فردية الترشيح، واللتان تثبتان على حق الاقتراع سمة الاختيار الحقيقي كتعبير عن الإرادة الذاتية للناخب. نعم. ويتأتى ذلك من طبيعة العمل بنظام الأغلبية المطلقة، حيث يعد المرشح فائزا في الانتخابات كما قلنا إذا ما حصل على أكثر من نصف أصوات. نعم، المستشار الدكتور علي حسن الطوالبة نائب رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس الشورى، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.